مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبولة منك يا سي هريسي، مقبولة منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هو بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه، فهمني. من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابة للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمة الانجليز على حساب اهل بلده ويبيعهم بالرخيص. الشيطان اللي انت حطت يدك في يده. يعني اني ايه ده؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت اعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني اعمى؟ انا صحيح اعمى البصر، لكن انت اعمى القلب والبصير. اصفخس عليك عمدة معفن، عمدة هزق. انت واهلك اللي هزق وعيلة وطيه ولا عيوان. طخ الواد ده عيارين قاعدين الرماية دي. البندقية ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مرة قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني؟ يا تجدهي في امك. يمين بالله ثلاثة، ثلاثة بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقة بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة الثلاثة يا هريسي. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أنا بحذركم إن ما قريته للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي. هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان، استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان أحس بيها رقبة الكلب ده. سكينة ايه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى، بس تعالى، بس ابني يا في الشغلي. صلي على النبي يا راجل، يلا بس تعالى. اخصي عليك وتفي. الحمد لله، الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكرة دي.